Salut mes chers élèves, donc اليوم قررت نبدا معاكم اوشون. نبداو من دابا يعني يلا باش يجي الدخول المدرسي كون يلا يعني وصلنا للنص ديالها، حيت انا ما غاديش نقراها لكم كامله في دقه واحده. دونك تسمعوا مزيان البروغرام اللي غادي نخدم معاكم والطريقه اللي غادي نخدم. كيف ما قلتوا يعني واخا التفاعل قليل مع دابا الصيف ويعني بزاف اللي ما كيبغيش يقرا، ولكن باش ما تجيش القرايه ونبقى انا كنخدم اللي بزاف لي نيفو يعني التاسعه سانكيام سيديام من هكا يعني باش تكون خدمت بزاف وحيدت عليكم وتا نتوما ترتاحوا من جهه الفرونسي. دونك دابا تسمعوا مزيان البروغرام اللي غادي نخدم معاكم يعني باش ملي غادي نحط شي حاجه غتكونوا فاهمين شنو كنحط. انا دابا اوشون غادي نقسمها، هي مقسومه لخمسه، خمسه ديال لي زيتاب حيت لا سيتياسيون انيسيال. نتوما ديجا عارفين لو شيما ناراتيف، يعني ديك الخطط السرديه فيها خمسه ديال المراحل: لا سيتياسيون انيسيال بدايه، اليمون بيرتورباتور يعني المشكل، لي بيريبيسي الاحداث، لا سوليسيون الحل، ولا سياسيون فينال النهايه. اذا انا ما غاديش نقرا لكم كامله كل فيديو، غادي نحط لكم يعني نحط لكم ايتاب، نقرا لكم مثلا البدايه لا سياسيون انيسيال نقراها ونشرحها لكم بالعربيه. الفيديو الثاني ما غاديش نكمل اليمون بيرتورباتور، سمعوا مزيان ما غاديش نكمل الفيديو الثاني، غندير التحليل ديال هذاك الشيء اللي قريته لكم دابا. الشيء اللي غنقرا لكم دابا غندير التحليل ديالو يعني ديال لا سياسيون انيسيال، دابا غنقراها ونشرح الكلمات عادي باش تقراوها وتفهموا القصه علاش كتهضر. من بعد الفيديو الثاني غادي نشرح، غادي نحط اسئله واجوبه يعني نحل امتحانكم، نعطيكم اسئله وفي نفس الوقت غادي نعطيكم اجوبه، وغادي ندير التحليل ديالها وشكون هما هاد البيرسوناج وعلاش قال هكا وكيفاش دار هكا وعلاش مشى وشنو هو لو طون شنو، يعني ندير التحليل ديالها. من بعد ندوز الجزء الثاني لطاب الثاني اللي هو البروبليم المشكل، نقراه ونشرحه، من بعد ندير فيديو ندير التحليل ديالو. وهي غدا بحال هكا حتى نساليني فيديو كنقرا جزء اي كنقرا ليكم ونشرحه بالعربيه، فيديو الثاني الكماله ديالو كندير التحليل ديالو والاسئله والاجوبه. من بعد ملي نساليها كامله غادي نخدموا القواعد ديالها، نرجعوا ثاني من الاول لا سياسيون انيسيال، نعطي نخرج القواعد اللي فيها لي فيغور دو ستيل وكاع نكون خدمت معاكم. يعني غنبقاو غادي نكمل بحال هكا مرحله مرحله، ما نقراوها ونديروا لها التحليل ونبداو نشوفوا القواعد ديالها. يعني هكا راه غادي تمشي يلاه في الاول ديال العام، غادي نكونوا مزيان خدمناها مزيان. دونك دابا نبداو اوشون. دونك لوتور غدو مو باسون، اوشون يعني في الحقول، في الحقول يعني بالعربيه اوشون يعني لو شون يعني هو الحقل، اوشون في الحقول. هنا لي دو شوميير، لي دو شوميير شنو هي شوميير؟ يعني باش بدات لينا بلو ليو، القصه بدات بالمكان. لي دو شوميير، شوميير هي لا ميزون، هي هذه ماشي لا ميزون اللي كتعرفوا، ولكن هنايا ما القصه يعني كتعاود لها واحد الناس بعدا نشوفوا لاناليز ديالهم يعني فقار. وهادي شوميير يعني داك الديور اللي كيكونوا يعني في بعدا هي رورال، يعني داك الديور الرورال تراديسيونيل يعني اللي كيكونوا في الباديه، وكاين اللي كيكونوا شويه ملبقين زوينين شويه اللي كيكونوا غير ديال القصب. دونك هنا كاين عندنا لي شوميير زوينين خايبين على حسب يعني الناس اللي كيصايبوهم، وكاين اللي مهلين فيهم كاين اللي محرسكين في مره، المهم على حسب. دونك هنا لي دو شوميير زيتي كوتا كوت، كوتا كوت يعني عندنا جوج لي لي شوميير يعني جوج ديال هاد لي ميزون هادو حدا حدا، كوتا كوت يعني وحده حدا وحده. او بي دون كولين يعني تحت واحد الهضبه، بروش دون بوتيت فيل دو بان، هاد لي دو شوميير قراب، بروش بروش هنايا عندنا بروش يعني بجوجهم قراب من واحد المدينه، دو بان يعني دو بان سميتها. لي دو بيزون بيزوني دور، لي دو بيزون لي بيزون دو حنا نعرفو شكون هما هادو، بيزون هي الفلاحه يعني هاد لي دو يعني العائلات بجوج. لي دو بيزون بيزوني يعني ترافايي دور يعني كيخدمو بصعوبه قاصحه داك الخدمه ديالهم. سوغ لا تيغ يعني كيحفرو في الارض فلاحه، سوغ لا تيغ انفيكوند، انفيكوند يعني ماشي ستيريل يعني ما كتنتج ليهم حتى شي حاجه، يعني داك الارض ماشي زوينه يعني ستيريل عقيمه. بور ايلوفي توس ولا بور ايلوفي تو لوغ بتي، يعني باش يربيو ايلوفي يعني باش كيخدمو باش يوكلو ولادهم ويكبروهم ويربيهم. شاك ميناج، ميناج ماشي الميناج اللي كتعرفو ميناج، الميناج ديال الدار، ميناج هي لا ميزون، شاك ميزون يعني بغاو يقولو شاك ميزون، تعقلو على المصطلحات مزيان. شاك ميزون شاك ميناج اون افي كاتر، فيها كاتر ساكنين فيها كاتر. دوفون لي دو بورت فوازين يعني قدام جوج دوك لي دو بورت البيبان ديال الجيران، فوازين مجاورين حدا حدا وحده، فوازين يعني الباب حدا الباب. توت لا مارماي غويي
يعني ماما يعني هما لي زونفون دوك البرانش، يعني كيف ما كنقولوا هنا داك البزعق البرانش، يعني هنا المصطلحات مبدلين. قوي يعني كيلعبوا كينقزوا كيتحركوا يعني كيلعبوا دو ماتا او سواغ، من الصباح حتى الليل. يعني داك البرانش ديال دوك الناس بجوج، هاد لي دو بيزون عندهم ولادهم. لي دو زيني، لي دو زيني اني يعني الولد الكبير، الولاد الكبار افي سيزون عندهم 6 سنين، اي لي دو كادي 15 موا، يعني الصغار منهم اللي الثانيين 15 موا اونفيرون، زونفيرون يعني عندهم 15 شهر اونفيرون. لي مارياج اي اونسويت لي نيسونس سيتي برودوي ا بو بري سيمولتانيمون دون لون اي لاتر ميزون. يعني هنا كيهضروا على كي كيتزوجوا كيولدوا زعما كي نيسونس ديال، يعني كيكون عندهم، وهي ديما يعني كتلقاو هذوك اللي مثلا واحلين وما عندهمش الفلوس ويلا كياكلوا بزز ويلا واحد كيتقاتل كيبقاو يولدوا بزاف، كيبقى واللي لاباس عليهم كيولدوا واحد وكيقول لك يلا نقدر عليه ونوكلو ونربيه ونقريه، واحد هو لاباس عليه ويلا كيولد واحد، وواحد ما عنده حتى شي حاجه كيولد 70. انا دابا هنا مفكركم غير كنقراها، كنقراها وكنشرح الكلمات تعرفوا شنو كاين. الفيديو الثاني ديال هذا يعني الكمالة ديال هذا غيكون تحليل، التحليل ديالها كلمه بكلمه، علاش تكتبت هذه، علاش قالت هذه، الاسئله اللي ممكن تحط لكم في الامتحان، يعني جميع الاسئله اللي ممكن تحط لكم في الامتحان ديال هذا الجزء الاول كلها غادي نحطها مع الاجوبه ديالها، يعني التحليل كامل. المهم التحليل، ومن بعد غادي نديروا القواعد، ملي ندخلوا القواعد ونشرحهم لكم نولي نرجعوا ثاني ونجبد القواعد من هذا الجزء هذا، وانا كنكمل كل جزء حتى نكملوا وشون كامله. نكملوا لي دو مير، يعني الامهات بجوج، حيت حنا عندنا جوج عائلات، هنا عندنا جوج عائلات ومازال ما ذكروش هما سميتهم، يعني حتى انا ما نسبقش نقول لكم سميتهم، كاين اللي عارف ولكن نمشي معكم يعني بالخط. لي دو مير يعني الامهات بجوج ديال العائلات بجوج ديال هذاك لي شوميير بجوج، ديستانغي ابان يعني بالدراع باش كيميزو لو برودوي المنتوجات ديالهم، شنو هي برودوي ولادهم، هنا كيقصدوا بهم ولادهم، يعني بالدراع باش كيميزو عندهم ولادهم بزاف، يعني بالدراع باش كيميزو الولاد دون لو طاي يعني فداك العرام. اي لو دو بير كونفوندي، والاباء بجوج شنو كونفوندي كيخلطوا توتافي مخلطينهم ما عارفين هذا من هذا. لي وينو دونسي دون لو تيت، الاخرين عندهم 4 الاولاد والاخرين عندهم 4 الاولاد، يعني عندهم 8 سميات، عائله عندها 4 وعائله عندها 4، يعني هنايا دون سي دون لوغ تيت سومي لي سونسيس كيتخلطوا ليهم. اي كون il fallait on appelait، ملي كيبغي شي اب يعيط لولدو ابيلي ان يعيط لشي واحد من ولادو. لي زوم سوفون اون كريي 3 افون داريفي او فيريتابل، دونك ملي كيبغيو يعيطوا لشي واحد لي زوم يعني داك الرجاله بواتهم الاباء ديالهم، الاباء ديالهم سوفون اون كريي 3 كيعيطوا 3 سميات، مثلا ما بغى يعيط لواحد كيقول السميه الاولى ويقول الثانيه والثالثه عاد باش كيقول السميه صحيحه، ديما عيط هادي هادي عاد كتوصل له الاخرين، يعني بكثرت ما هما عندهم بزاف د الاولاد بزاف د السميات مخلطين ليهم، يعني عاد كيوصلوا اريفي او فيريتابل، او فيريتابل يعني الحقيقي، يعني السميه الصحيحه. لا بروميير دي دو دومور يعني الدار الاولى، لا بروميير دي دو دومور ديك الدار الاولى اون فينون دو لا ستاسيون دو de Roleport était occupé par les tuvaches. هما دابا قالنا الدار الاولى شكون اللي ساكن فيها لي تيفاش، دابا العائله الاولى سميتها لي تيفاش، هنا كيف ما لاحظتوا باش ما تغلطوش شوفوا لي وتيفاش ما فيهاش اس، يعني هكا تعقلوا ليها كتكتب راه ماشي لي وندير تيفاش الجمع ديال العائله، هذا تيفاش وحده. كي افي 3 في اي ان غارسون، شحال عندهم هاد العائله الاولى سميتها لي تيفاش، عندهم 3 البنات 3 في اي ان غارسون دري واحد. لوتر مازور دونك يعني لوتر ميزون، ماسيور يعني الدار الاخرى، يعني هما قلنا جوج ديال لي شوميير وهنا عوضناهم، يعني هنا عندنا شون ليكسيكال ديال لا ميزون، عندنا شوميير، عندنا ميناج، عندنا دومور، يعني الحقل الدلالي ديال الدار، عندنا بزاف المصطلحات ما عطاوناش شوميير، وكل مره كيعاودوا شوميير، كل مره شنو كيسميوها، سماوها ميناج، سماوها دومور، دابا دابا هنا سماوها ماسيور يعني ميزون، يعني لوتر ميزون يعني لوتر شوميير ابريتي، يعني ساكن فيها لي فالان، العائله اللي ساكنه في الدار الثانيه سميتهم لي فالان، الاولين سميتهم لي تيفاش العائله الاولى، العائله الثانيه لي فالان. كي افي اون في اي 3 غارسون، كي افي اون في اي 3 غارسون، دونك هنايا العائله الاولى تيفاش عندهم العكس، عندهم 3 ديال البنات اي ان غارسون، هنا شنو عندهم، عندهم
اون في بنت وحده وثلاثه ديال الدراري. دونك كل عائله وشنو عندهم. هذه اخر باراغراف في لا سيتياسيون انيسيال في البدايه، يعني اللي غندخلو نكملوه غتكون مشكل هنا فين اي تغيروا الاحداث ويطرب بروبليم. هذه بريزونطاسيون مع فيها لو طون لو ليو اتسيتيرا. دونك انا عندي لكم الاناليز التحليل غنشرح لكم مزيان. دابا كنقرا باش تفهموها، باش ما يمكنش فيديو واحد ندير حتى التحليل باش ما يطوالش عليكم فيديو. صافي يعني قسمتهم باش تجيكم ساهله. تو سولا فيفي بينيبلومون دو سوب، يعني عايشين هما واحد العيشه بينيبل صعيبه قاصحه دو سوب، يعني الحسوه دو بوم دو تير ديال البطاطا يعني اي دو غون نير ا 7 لو ماتان بوي ا ميدي بوي ا 10 لو سوار. دونك هنايا شنو عندنا، هما عايشين واحد العيشه صعيبه يعني بالدراري باش كياكلوا اللي كيبينوا لنا الفقر ديالهم، يعني هنا لوتور كيبين لنا الفقر ديالهم. لو سوار لي ميناجي ريونيسي كيتجمعوا ريونير كيتجمعوا كي ريونيسي لوغ ميوش كيجمعوا لوغ ميوش ميوش بور دوني لا باتي. ميوش هما لي زونفون الاولاد ديالهم يعني داك البزاق ديالهم لوغ ميوش بور دوني لا باتي، يعني كيعطيهم داك العجينه ديالاش ديال بحال الكغاتان اللي حنا كنقولوا كغاتا، ولكن ممكن يكتبوا بطريقه اخرى ديال البطاطا يعني بحال البطاطا معجونه كوم دي غاردور دو، يعني بحال دوك اللي كيحداو البط. اسامبل لوغ بيت يعني كيجمعوا لو بيت ديالهم كيجمعوهم بحال هادوك اللي كيبغيو يجيو يعطيو للدجاج الزرع، اللي كيبغيو يعطيو للبط شي حاجه كيجيو بالزربه كيتجمعوا بحال هكا. هما كيدير هنا شنو لوتور كيدير كيشبههم كيدير لا ديسكريبسيون. انا ملي غادي ندخل معكم للشرح والتحليل والقواعد هاد الجمله هادي راه عندها واحد الحاجه في القاعده غادي نوصلوا ليها دابا. ايه كنشرح عادي لي زونفون زيتي اسي بارون جالسين بالصف بارون داج يعني من الكبير للصغير دوفون لا طابل اون بوا يعني قدام واحد الطابله ديال الخشب جالسين تما فيرني بار 50 طون دوزاج يعني قديمه داك الطبله. لو ديرنيي موتار افي ابان لا بوش او نيفو دو لا بلونش اون بوزي دوفون او لاسيت كيحطو قدامهم لاسيت طبسين كروز. هنا لا ديسكريبسيون هنا لوتور مركز بزاف على لا ديسكريبسيون حيت هاد لا ديسكريبسيون هي اللي كتبين لا بوفروتي كتبين الفقر ديالهم، يعني الطبله قديمه ومستعمله طبسيل كروز بلان دو بامول يعني الماكله كيفاش كياكلوا هنا كيبين الهشاشه ديالهم. بلان دو بان طبسيل عامر بان الخبز مولي دون لو يعني مفزقينو في الماء و افيك وي لي بوم دو تير ان دومي شو اي 3 زوانيون يعني وانيون البصله ثلاثه البصلات دو ميشو داك الشو النص ديالو ممكن يبينوا الفقر ديال الماكله ديالهم. اي توت لا ليني مونجي جوسكا بلو فان يبقاو ياكلوا حتى ما بقاش فيهم الجوع. لا مير اون باتي ايل ميم لو بتي ان بو دو فيون دو بوت فو لو ديمونش ايتيت اون فيت بور توس اي لو بير سو جور لا. هنايا عندهم لو ديمونش ايتي اون فيت بور توس اي لو بير سو جور لا يعني فهاد النهار هذا اللي هو الحد ساتاردي او روبا اون ريبيتون يعني كي ساتاردي كيتعطل في الروبا وكيقول جو مي فيري بيان توس لي جو تو لي جور. دونك هنايا من كيبين لنا واحد لا ما بغيتش نتعمق لكم انا بزاف ونحلل كل كلمه بكلمه حيت باغا نديرها في الاناليز التحليل الا عي كنقرا بالزربه ودايزه تشوفوا شنو كاين يعني الاحداث وصافي. يعني لا زربت في هذا الباراغراف ما باغيش يعني نتعمق لكم في الشرح وعلاش هادي وعلاش هادي غادي نعطيهم لكم في التحليل يعني باش ما تكونوا فاهمين هادشي غادي التحليل ديال علاش الحاد وعلاش هادي وهادي غادي نديرو لكم في الاناليز باش نزيدو نفهمو اكثر. دونك دابا صافي هادشي اللي قريته هو لا سيتياسيون انيسيال هادي هي البدايه. حاجه اخرى غادي ندخل باراغراف وحده اخرى يكون عندنا لو بروبليم يعني تغيير الاحداث غيجي واحد المشكل حنا قبل ما نوصلوا له تنكونوا طرقنا هاد لا سيتياسيون انيسيال فهمناها ونعطيكم التحليل ديالها. دونك انا قسمتها لكم تتسناو الجزء الثاني ديال الاناليز.